أشرف على هذه الإطلالة في موجز الأنباء. ومشاهدينا ده معاد حوارنا الثاني وجولة في صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، وأهم ما جاء في هذه الصحف من أخبار وموضوعات. يشرفنا في هذا الحوار الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ حسن الرشيد. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير يا فندم. كتير جدا، مش بس عناوين الجرايد زي ما قالت نجلاء، ولكن تحليلات أيضا المتعلقة بكتير جدا من الموضوعات. يمكن هبتدي مع سيادتك لأبرز العناوين المتعلقة بعملية القوات المسلحة اللي دخلت منحنى جديد في سيناء. حضرتك بالتأكيد بتتابع استهداف طائرات الأباتشي لسيارات البؤر الإرهابية وكمان عمليات الإنزال البري وتعقل البؤر الإرهابية. حضرتك بتشوف تطورات العملية النوعية في سيناء بتمشي ازاي؟ في الحقيقة يمكن شايف زي ما كل المصريين شايفين ان القوات المسلحة بتتخذ خطوات صائبة للغاية في تطهير سيناء من البؤر الإرهابية. في الحقيقة يمكن احنا كان من المفترض ان احنا تأخرنا في تمشيط سيناء. اكيد تأخرنا كثيرا، وكان من المفترض ان احنا نبدأ مبكرا في تدمير الانفاق التي ادت او ساهمت في تخريب مصر، وساهمت في تسلل الإرهابيين، وساهمت في تهريب الأسلحة، وساهمت في أعمال التفجير المتكررة. لكن في الحقيقة القوات المسلحة في الشهور الأخيرة أنا بعتقد كما يعتقد كل مصري أنها بتقوم بدور قوي جدا وفعال، وينبغي أن تستمر في هذا الدور. الإصرار على تدمير الأنفاق، وأنا من أنصار تدمير الأنفاق كلية، ويجب ألا تبقى سوى المنافذ الرسمية بيننا وبين غزة. أما أي نفق آخر مهما كانت أهميته أو حيويته فينبغي أن يدمر، لأنه لا يجوز أن تبقى أي أنفاق غير شرعية أو غير رسمية. طيب، ده جانب من تدمير الأنفاق. هتسمح لي هنتقل للزميل أشرف سويلم يقول لنا إيه اللي بيحصل في سيناء وآخر التطورات، ونرجع نكمل بقية المنظومة. صباح الخير يا أشرف. صباح الخير أشرف، إيه آخر التطورات عندك في سيناء؟ في الواقع ان القوات البريه الضخمه ما زالت متواجده في مدينه الشيخ زايد وتستعد لتطهير بقيه قرى مدينه الشيخ زايد. مدينه الشيخ زايد تضم اكثر من 12 قريه بدويه. تم تطهير 6 قرى امس، اصدرت عمليه التطهير عن مقتل 9 عناصر تكتيكيه. طيب أشرف، عفوا للمقاطعة، هي القوات البرية بدأت التحرك في 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 بعض الأماكن في سيناء، ولا لسه يعني في مرحلة جاهزية الاستعداد؟ النقاط المستهدفة والخطيرة جدا جدا هي مدينتي رفح وشيخ زايد فقط. يعني مدينة العريش هناك سيطرة عليها، وهناك يعني بعض العناصر التكفيرية موجودة في مدينة العريش لكنها قليلة. لكن مع الوقت من الممكن السيطرة عليها. لكن البؤرة الخطيرة التي تواجه الامن القومي المصري هي رفح وشيخ زايد، يعني جبل حلال خارج الحسابات. اي نقطه اخرى في سيناء خارج الحسابات، ولكن الخطوره كلها في رفح وشيخ زايد لانها تضم العناصر التكفيريه وتضم العناصر الجهاديه الخطيره التي تكفر الجيش والشرطه والتي تعتنق الفكر التكفيري الشاذ عن المجتمع. لكن الجيش فاجأ الجميع امس وارسل قوات بريه ضخمة للغاية طهرت 6 قرى وأجبرت العناصر على الفرار من القرى الشيخ زايد. لكن تبقى 6 عناصر، تبقى 6 قرى ما زالت يعني تنتظر الأمر لبداية تطويرها مثل ما حدث مع 6 قرى الأخرى. لكن الأمر ليس بالهين، هناك عبوات نسفة، العناصر تقوم بزرع عبوات نسفة، يعني كما تحدث لي أهالي مدينة الشيخ زايد منذ قليل صباح اليوم، قالوا ان العناصر التكفيريه كانت منشغله في وضع عبوات ناسفه عديده على المدقات الجبليه. طيب اشرف، يعني ندعم ردود الفعل بالنسبه لشيوخ القبائل ودعمهم لهذه العمليات العسكريه لتطهير البؤر الارهابيه الموجوده في سيناء. في الواقع كانت هناك حاله فرحه كبيره من اهالي مدينه الشيخ زايد امس بسبب وصول القوات البريه لتطهير هذه المنطقه من هذه العناصر التكفيريه الخطيره التي يعني ربما تؤرق حياه المواطن العادي، لانهم يفرضون على المواطنين العاديين قانون اخر خاص بهم. ويعني وربما كانت الفتاه الموجوده يعني المقارنه ما بين الاهالي ما بين العناصر التكفيريه هي
يعني مقاتله بعيده لانهم يعدوا عناصر قليله، لذلك الاهالي يتخلص من هذه العناصر حتى يعود الاستقرار لهذه المنطقه، لان الاهالي متضررين من الارهاب، بالتالي لا توجد تنميه، في تراجع في الحياه الاجتماعيه والتنمويه، لذلك الاهالي على العيش قلبا وقالبا ويتمنون التخلص من هذه الجماعات. لو اي احد من الاهالي يعني ايد الجيش بصوت عالي تعرض لاغتيال مرتزق كما سمعنا الايام القليله بين الخرابين وقبله المهندس عبد الحميد سلمي، يعني الناس الطلبه اللي كانت بتعيد الجيش يعني هذه عناصر مريضه، يعني مريضه بالقتل والارهاب. طيب اشرف، يعني القوات المسلحه بدات مرحله الحسم الحقيقي من خلال العمليات البريه واستهداف طائرات الاباتشي لسيارات المجموعات الارهابيه، يعني في تقديرك انت وانت يعني في قلب المعركه كما يقال، يعني مرحله الحسم وتطهير الفعلي لكافه القرى بدات بالفعل؟ بدات بالفعل، ولكن يعني نتمنى يعني الاستمرار في الضغط، لان الخطوات القادمه ستكون تكتبا عند الجماعات الفكريه هربت من المنطقه المتواجده فيها الجيش الان تتحقق الى الثلج، سواء الى القرى المتبقيه في الشيخ زايد او الى قرى مدن رفح، اذا المواجهات عصيبه خلال الايام القادمه، لان نتمنى من الجيش ان يمارس مزيد من الضغط باذن الله، وان يعني يقوم بعمليه لبقيه القرى، لان هناك مخازن سلاح ومخازن صواريخ، ويعني الامر في غايه الصعوبه، على استعادة سيناء مرة أخرى. أشكرك جدا الزميل أشرف سويلم، وصباح الخير مرة تانية. بنستكمل مع سيادتك الأستاذ حسن الرشيدي، ده كان جانب من تقرير، تفضل يا نجلاء. يعني أستاذ حسن، يعني كان هناك مصدر مسؤول بيقول إن في مدينة رفح والشيخ زويد إن هم علشان يضيقوا الخناق على هذه المجموعات الإرهابية تم قطع الاتصالات وشبكات الإنترنت والهواتف المحمولة بشبكاتها الثلاثة والهواتف الأرضية من أجل يعني تضييق الخناق على هذه البؤر وعدم اتصالها ببعضها وتحضيرها لوجود مدرعات الجيش او القوات المسلحه قبل الهجوم عليه. ممكن زي ما قال الزميل اشرف سويلم، العمليه ليست بالسهوله. العمليه شقه جدا بالنسبه للقوات المسلحه، لان هم بيشتغلوا بيمسحوا بيمشطوا بيطهروا البؤر الهربيه من خلال مساحه بتصل الى 240 كيلو متر مربع، يعني اذا العمليه ليست سهله، زائد ان في مخابئ وفي مخازن اسلحه وفي بؤر ارهابيه من الصعب الوصول اليها. اما من ناحيه قطع الاتصالات فده شيء طبيعي، ان كان في لابد من قطع الاتصالات ولعدم التواصل بين هذه المجموعات او بين من يتعاملون معهم من انصارهم، لكن في نفس الوقت في تليفون استراليا وفي غيرها من وسائل المجرمين عارفينها تماما في منطقه سيناء، هم بيتعاملوا اصلا بيها، يعني بيتعاملوا بيها. واحنا شفنا قد ايه لما في ثوره 25 يناير هرب مجموعه من المساجين يقدروا بالالاف، وعدد كبير منهم ما زال بيعيش في سيناء. صح. وفي الحقيقه كان النظام السابق متعاون مع هؤلاء، بدليل ان الرئيس المعزول الرئيس السابق محمد مرسي اعفى عن العديد منهم وثبت بعد ذلك وتم كشف هذا الامر بالاعدام، وكان وده مخدرات شكل خطوره جدا على مصر، وما زال بيشكل. احنا عندنا مجموعات جهاديه ومجموعات تكفيريه وعندنا جيش الاسلام وعندنا الغزاويين نفسهم، في احنا بنقول ايه، لا نستطيع ان احنا نتهم اهل غزه بانهم متواطئين وبانهم بيعملوا ضد مصر، لا، في اهل غزه كتير ناس حريصين على مصر لانهم بيعتبروا الوطن ولكن البعض منهم لكن بعضهم بيتعامل. لا تخيلوا لما يكون في ما يقرب من 20,000 فلسطيني داخل منطقه سيناء والعريش ورفح بيتحركوا بحريه مطلقه، لان العديد كبير كتير منهم معاهم الجنسيه المصريه، ودي مشكله كبيره. عشان كده بيقول لابد من مراجعه قاعده البيانات، ولابد من مراجعه من حصلوا على الجنسيه المصريه في السنه الاخيره للسنه اللي حكم فيها. طيب حسب يعني التقارير، انا مش متاكد قوي من البيانات، لكن البيانات اللي انا اعرفها عن هذا الجانب وهذه النقطه تحديدا ان الرئيس المخلوع مرسي اعطى ما يقرب من 50,000 فلسطيني الجنسيه المصريه بعد قرار الحكومه
حكومة هشام أنديل بتملك الأراضي لهشام لأهالي سيناء كنوع من التحايل لتملك الأراضي لفلسطينيين ولكن حصلوا على الجنسية المصرية. آلية التعامل مع دائي من قبل الجهات المصرية الحالية لابد من المراجعة الشاملة من جانب وزارة الداخلية بالاتفاق مع القوات المسلحة، ولابد أيضا من إعادة العناصر الأمنية اللي بتفهم طبيعة العمل في سيناء. يعني حتى لو قيل إن عودة إن رجال أمن الدولة عادوا أو رجال أمن الوطن عادوا، إحنا في هذه المرحلة ينبغي أن نستفيد بجهود كل المصريين، لأن مصر بتتعرض لخطر جسيم خاصة من سيناء، الإرهاب في سيناء. يعني مين كان يصدق إن في صواريخ مضادة للطائرات بيحملها مصريين أو غزاويين موجودين على أرض سيناء؟ إذا العملية ليست بالسهولة. طيب في محتاجين لسه وزارة الداخلية أو الحكومة المصرية إن هي تراجع الناس اللي خدوا الجنسيات. مفروض صاحب الجنسيات معروف مين اللي خدوا الجنسيات، مفروض صاحب الجنسيات من كل اللي حصلوا عليها خلال الفترة من أي جنسية. ما يقدرش يخص من الكل، لابد لأن في ناس أبرياء. لا احنا بنتكلم عن الناس اللي تم اللي محمد مرسي اداهم هدية. احنا بنتكلم في 50,000 فلسطيني فلسطيني، يعني انا اديهم جنسيات ليه؟ وبملكوا اراضي مصريه. فرق بين حاجتين، بقى في حاجتين بين الناس اللي خدوها بشكل جزافي او خدوها مجامله او خدوها للتواطؤ مع النظام. انا مالكها للمصريين، لكن لا، في مصريين عايشين من زمان وما كانوش حصلوا على الجنسيه ومتزوجين من مصريات وليهم ابناء مصريين. دي لابد يبقى اذا لابد من الامر. انا بكلم لابد انا عشان كده هي دي المراجعه الشامله. دي لابد المراجعه حتى عشان ما يدخلش العاطل مع الباطل، الصالح مع الطالح. لا، يبقى في شفافيه، لكن لابد ان نكون حذرين في التعامل مع هذا الملف جدا ونتعامل معه بامانه، لان سيناء بتتعرض حرب. أي جنسية مصرية، يعني سواء رجل أو سيدة، بيتزوج من أجنبي أو أجنبية، بعد سنتين بيحق للطرف الآخر أنه يحصل على الجنسية المصرية. لا لا لا، بالنسبة للموضوع الفلسطيني كان هذا الأمر متوقف، ملف خاص وله ظروف خاصة بتختلف. في ناس قعدت ما يقرب من 20 أو 25 سنة ولم تحصل على الجنسية، وكانت هناك العديد من الجهات السيادية التي تتحفظ على هذه الأمور. محمد مرسي الرئيس المعزول وفتح الباب على مصراعيه، وفي نفس الوقت خدت الجنسية المصرية. الناس لا تستحق، فينبغي سحب الجنسيه المصريه لمن لا يستحق، سحب الجنسيه المصريه لكل من نشك في انتمائه الى مصر. عشان كده بقول ايه، لابد من المراجعه الشامله دون ظلم لاحد، لان هناك في ناس فلسطينيين اخواتنا واشقائنا وبيحبوا مصر زي ما بيحبوا بلدهم. لكن بنقول اللي بيهدد سيناء مش فقط المجرمين من اهل سيناء، ولكن عدد كبير منهم اللي بيشكلوا الخطر في سيناء من اصل فلسطين. اكيد. طيب نروح لجريده المصري اليوم يا فوزي، وفي خبر الارهاب بيعلن حرب القتل العشوائي ضد المواطنين ومحاولتان لتفجير قطار ومسجد وانفجار بقسم بولاء الدكرو. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، لا يتصور النظام الاخواني او انصار الاخوان ان هذا النظام سيعود مره اخرى. عقارب الساعة لا تعود للوراء، يجب أن ينسوا العودة مرة أخرى، لأن الشعب رفضهم ولفظهم وعزل النظام الإخواني. يبقى لابد أن يعترفوا بهذا. لا التفجير حينفع ولا الإرهاب حينفع، لأن ده كله عملية مؤقتة. وبعدين لابد أن ننظر إلى الآخر، أنتوا بتخسروا كل يوم المزيد من الشعب، حتى لو كان في ناس بتتعاطف معاكم، بعض الناس بتتعاطف معاكم، بتخسروهم كل يوم. لأن لما تيجي تقوم بعملية تفجير قطر أو محاولة تفجير قطرات أو زرع ألغام أو قنابل على قضبان السكة الحديد، من الضحايا؟ ما هم مصريين، ما هم ناس من الشعب، وقد يكون بعضهم متعاطف معك. إذا أنت بتخسر كل يوم، بتحقق لنفسك المزيد من الخسائر، خاصة الخسائر الشعبية. لما تيجي تعتدي على اسم، قد يكون أحد أقاربك داخل الاسم وأنت بتزرع ألغام داخله وأنت بتفجره. أنا بعتقد إن ده عمل مجنون، إرهاب أسود مجنون. يعني نقدر نقول إن اللي بيقوم بمثل هذه الأعمال، أنا أعتقد لا ضمير له ولا عقل. هو أنا مش عايز أقول دول يمكن فقدوا الشروط الأدمية.
طيب انا عايز اقول لحضرتك كمان في ظل الظروف اللي احنا بنشوفها حاليا، هل بتتصور زي ما جريدة الشروق بتقول الحكومة بتتجه لمد حظر التجوال، ولا في ضوء متغيرات حقيقية على ارض الواقع ممكن يكون الامر متوقف عند هذا الحد؟ شوف انا هقول لك حاجة، احنا في الحقيقة في مرحلة تحتاج ليد قوية، تحتاج لإجراءات. يعني انا شايف ان في لما قللنا فترة حظر التجوال بتبقى فرصة للناس انها تستمتع بحياتها، بانها تمارس حياتها الطبيعية. انا ما فيش ما يمنع ان ممكن نقلل فترة الحظر ولا نلغيه بشكل سريع، لابد من دراسة هذا الامر. نعم احنا كلنا بنتطلع لالغاء الحظر، ولكن اذا كان هذا الحظر في صالح الامن القومي المصري وفي صالح امن المصريين وسلامة الاسر المصرية، اذا لا مانع من مده بشرط ان انت تقلل ساعات الحظر. لكن نحن في حاجة ماسة لحكومة قوية واجراءات صارمة لضبط الشارع المصري. ادينا كل يوم بنشوف اعمال ارهابية، بنشوف قد ايه زرع الغام، زرع متفجرات، سواء في القطارات سواء في اقسام الشرطة. وبعدين عايز هنا اتكلم عن الشرطة. في الحقيقة رجال الشرطة بيبذلوا فوق طاقتهم واخسر من طاقتهم، فيجب ان احنا نصبر عليهم. يعني شفنا ما حدث في كرداسة، مذبحة الكرداسة النهاردة ترك اثر سيء جدا في نفوس المصريين. يقولون دول مش بني ادمين ما يرتكب هذه الجريمه. لكن انا عايز اقول حاجه غريبه جدا انا ما كنتش اتوقع. انا بالامس بالتحديد كان معي احد شباب كرداسه قال لي الاعلام بيثير مخاوف الناس من كرداسه. انا شاب من كرداسه، وزي ما شايف انا بقول الصوره مختلفه عما يروج لها. طب اسمح لي ارجع مع سيادتك نقرا الصوره في كرداسه وباقي الامثله المختلفه، ولكن بعد ما نستعرض هذا الخبر وهذه المداخله الهاتفيه. مشاهدينا الكرام، بتبدا اليوم اولى جلسات لجنه الخمسين المعينه او المعنيه في تعديل الدستور، هذا فيما اتفق الازهر الشريف والكنائس المصريه على فتح باب الحوار المختلف من خلال الاجتماع كان في مشيخه الازهر بالامس. يمكن حقيقه جهود كثيره جدا متسقه في هذا الامر، كمان حركة تمرد كان ليها بعض الاتجاهات المتعلقة بحملة اكتب دستورك من خلال المناقشات التي تجريها في عدد من المحافظات المختلفة. معنا مشاهدينا تقرير حول هذا الموضوع، نشوف ونرجع نستكمل مع الأستاذ حسن الرشيدي جولتنا في صحف القاهرة الصادرة صباحا. خليكم معنا مشاهدينا بعد ما استمعنا إلى هذا التقرير. ومعنا عبر الهاتف الأستاذ إسلام همام مدير المكتب الإلكتروني لحركة تمرد. صباح الخير يا أستاذ إسلام. عايز اعرف من حضرتك حملة تمرد، يعني المحافظات اللي هتبدأ فيها هذه الحملة، هل كل محافظات الجمهورية ام ان هناك اماكن معينة هتبدأوا بيها؟ يا حقيقة احنا التجربة اللي احنا عندنا بيها حملة تمرد في اصحاب يعني اتضح ان مع التجربة ان احنا ممكن نقسم المحافظات يعني على مراحل، وده اللي هنعمله يعني ان شاء الله ان شاء الله هيبقى الاسكندريه والبحيره. طب انتوا هتعملوا ايه بالظبط يا استاذ اسلام؟ يعني الحمله اللي فاتت كانت معروفه وكان فيها نوع من تحريك الرمال او المياه الراكده في كل انحاء الجمهوريه، لكن احنا بنتكلم على دستور جديد محتاج فقهاء قانونيين، محتاج رجال قانون بشكل او باخر، يعني ايه شغلكم فيما يتعلق باللقاء والمناقشات في المحافظات المختلفه؟ يعني الورقه اللي احنا عملناها الجديده دي فيها خانه مكتوب فيها المقترحات اللي ممكن تكون المواطن يكون وجهه نظر عن طريق الميديا مثلا او عن طريق المحامين اللي اعرفهم كده عن بعض النقاط في الدستور. يعني زي ايه كده يا استاذ اسلام؟ يعني انا بس عشان يكون الحوار فيه نقاط، يعني هل تفتكر ان المواطن البسيط ممكن يكون عارف من الناحيه القانونيه ايه مواد الدستور، ايه طبيعه هذه المواد، ايه احتياجاته، ايه في الدستور؟ يجوز في مواطن عارف ويجوز في مواطن مش عارف. عامة يعني كل منسق في المحافظة بيبقى الورق اللي عنده ده هو بيحاول يلخص وبيطلع منه يعني نقط معينة، لو كان في حد عايز يلفت نظره إلى نقط معينة ممكن يضيفها أو نقط معينة لابد من تعديلها، وإحنا بعد كده بنصعد عن طريق الممثلين بتوع الثوارات جوه اللجنة. أستاذ إسلام، يعني مدى التجاوب معاكم من خلال المحافظات المختلفة أنتوا شايفينه إزاي؟ لا احنا شايفين الحمد إن شاء الله يعني هتشتغل في الأرض وهتنجح إن شاء الله، وهنحاول على قدر الإمكان إن شاء الله إن احنا نكون وجهة نظر عديدة
يعني مثلا احنا امبارح كنا سالنا كل الناس عن رايهم في انتخاب رئيس مجلس التنفيذ، هل هو عمرو موسى او هل هو ممكن يكون سامع عاشور؟ الناس تجاوز مثلا عن طريق ميدي فقط امبارح، يعني دي حاجه مش هنقدر نشتغل. الناس بتفتكر في المره دي احنا نازلين الشارع تاني عشان نقول للناس وجهه نظر انتوا كونتوها عن طريق الميديا، قولوها ايه اللي احنا ممكن نديله، ايه الحاجات اللي احنا ممكن أنا بشكرك جدا أستاذ إسلام همام مدير المكتب الإلكتروني لحركة التمرد. ويتساقا بنفس الموضوع مشاهدينا الكرام بينضم إلينا القيادي الكبير الأستاذ حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين. صباح الخير يا فندم. صباح النور أستاذ حسين. في البداية يعني قبل ما أتكلم عن التفاصيل المتعلقة بالمداولات، هل في اتجاه معين لنوع من التوافق على اسم رئيس للجنة الخمسين حتى الآن؟ الحقيقة لم تفلح جهود التوافق أمام تمسك كلا المرشحين الأستاذ عمرو موسى والأستاذ سامح عاشور، وبالتالي يعني هنلجأ للتصويت الديمقراطي النهارده وأيهما يعني مكسب جمعي. الاتجاه العام اللي سيادتك شايفه داخل لجنة الخمسين من ناحية التوافقات، الملائمات السياسية، وجهات النظر، الانتماءات الفكرية المختلفة، يعني بشكل مجرد حضرتك شايف ايه؟ والله التنوع الموجود سياسيا واجتماعيا وطبقيا وسنيا ومناطقيا بيجعل الدور الذي سيصدر في النهاية يعكس توافق كل الأطياف المجتمع المصري، وهذا أمر هام للغاية. وأعتقد رغم الخلافات وهذا أمر طبيعي إن اللي فيه حرص من الأغلبية إن لم يكن من الجميع على الإنجاز المهم خلال الفترة الزمنية، وقدر الإمكان بالتوافق العام دون اللجوء إلى التصويت إلا فيما نظر. أستاذ حسين، يعني كيفية العمل في لجنة الخمسين، ما هي الاستراتيجية المحددة لهذه اللجنة تحديدا؟ اللجنة هتقرر اليوم، ما فيش حاجة معدة يعني معدة سلفا. اللجنة هتبدأ اليوم بإقرار اللائحة، وفي مشروع أو أكثر ربما للائحة داخلية، وعلى ضوء اللائحة الداخلية هينتظم العمل. هيبقى في جلسات عامة في البداية باختيار الهيكل القيادي الرئيسي. طيب يا فندم، انا بس الوقت ما ينتهي عايز اسال حضرتك سؤال وارجو تكون الاجابه بشكل سريع. فيما يتعلق بالصياغات التي توصلت اليها لجنه العشره، يعني هل هيتم مراعاه هذه الامور بشكل محدد؟ هل هتكون دي استراتيجيه ولا هيتم المناقشه وكان الامر لم يكن بشكل مجرد؟ لا، كل شيء مطروح للنقاش من جديد وما يتم التوافق عليه، سواء كان نفس النص بتاع لجنة العشرة أو نقاش من جديد، هو الذي لا يعتمد. نقاش من جديد في كل مواد الدستور. بالضبط. أشكرك جدا القيادي الأستاذ حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع عضو لجنة الخمسين، شكرا جزيلا. مشاهدينا، قبل ما نستكمل حوارنا مع الأستاذ حسن رشيدي الكاتب الصحفي، نتوقف قليلا مع زميلة لميس عبد الغني. وهذه الوقت أستاذ حسن، احنا كنا بنتكلم على مدى حظر التجوال وقرار الحكومة قبل ما نروح للسينا. حضرتك تتصور ان من دواعي الامن الحقيقية في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها حاليا ان الحكومة تقرر يعني مد فترة حظر التجوال لفترة غير مدة الشهر اللي كانت موجودة؟ انا اعتقد انه بناء على الدراسة الامنية وبناء على وجهات نظر رجال الامن المختلفة، اذا كان والله ان المرحلة الحالية تتطلب مد الفترة بما يحقق في صالح الامن القومي، ما هو المانع؟ يمكن احنا النهاردة مش مستقيم من فترة الحظر، لان في النهاية بتحقق الامن للأسرة المصرية، وده الهدف الاساسي. هدفنا هو سلامة المواطن المصري، فاذا كان المد ساعة او ساعتين او ثلاثة، لكن احنا لو كان فيه ممكن المد مع تقليل فترة
الحظر. وانا اعتقد الناس مش هتستقبل، بالعكس الناس على استعداد لتقبل هذا الامر طالما بيصب في خدمه المواطن المصري وفي صالح امنه. هو تقليدي يا استاذ حسن، فتره الحظر او ساعات الحظر برضو الناس، احنا الشعب المصري شعب حبوب قوي، يعني بيحب دايما يفضل في الشارع لفترات طويله، بيرجع من شغله. والله انا يمكن انا الخوف بس من التجمعات والاعمال اللي بتحصل ديت والتجمعات، في مدارس جايه، فلابد من النظر لكل هذه الامور في الفتره اللي جايه. التجمعات حاجه والحظر حاجه. انت من حق القانون في هذه الفتره الاستثنائيه ان تتعاملي مع التجمعات بالشكل القانوني. احنا في مرحله استثنائيه، هدفنا الاساسي هو الامن القومي المصري، امن المواطن المصري، امن الاسره المصريه. فانا بعتقد من خلال المسح الامني والبحوث الامنيه ان احنا ان شاء الله هنوصل لقراءة الصائب، ولكن لو كان هناك مد لهذه الفتره، فتره الحظر، انا بعتقد الشعب المصري هيتقبلها طالما مقتنع انها بتصب في مصلحته. اما التظاهرات على الفاضي والمليان نحن لسنا في حاجه اليها. نحن مع حق التظاهر ومع حق الاضراب، لكن هل نحن في هذه المرحله؟ انا بعتقد ان ينبغي ان نتكاتف وتتضافر جهود لتحقيق الاستقرار في هذه المرحله. ينبغي ان نتكاتف لمواجهه الارهاب اللي بيهدد البيوت المصريه، اللي بيهدد المنشات المصريه. احنا في امس الحاجه لوقفه قويه، تضافر الجهود لمواجهه الارهاب. ده هو الاساس في هذه المرحله. يمكن كان حظر التجوال كان المفروض ان هو ينتهي يوم 14/9 الشهر ده ان شاء الله، ولكن موضوع اغتيال، محاوله الاغتيال اللي تعرض ليها وزير الداخليه اللي هو محمد ابراهيم يوم الخميس الماضي هي اللي عقدت الامور. يعني بالنسبه لموضوع اغتيال، محاوله اغتيال وزير الداخليه، احنا الحمد لله ان ربنا العنايه الالهيه انقذت وزير الداخليه، لكن الواحد حزين للي أصيبوا في الحادث، حزين للوفيات في هذا الحادث. في النهاية هم مصريين. أنا بعتقد من ارتكب هذه الجريمة ليس فقط مجرم، ده شيطان موجود بيتحرك على أرض مصر. ينبغي بطر هؤلاء الشياطين من أرض مصر كلية. ينبغي أن نتعامل معهم. اللي بيقولوا بقى مرحلة الطبطبة أو التهاون ينبغي أن تنتهي. لابد أن نتعامل بقوة مع الإرهاب. الناس بقى اللي بتقول لك المصالحة ومش المصالحة، كلنا مع المصالحة، لكن المصالحة مع من؟ مع من يحب مصر؟ مع من يحرص على الأمن القومي المصري؟ مع من يختلف؟ المصالحة مع أي تيار وأي قوة سياسية، بشرط ألا يكون مجرما، ألا يكون كان ارتكب عنفا، ألا يكون قد قتل أو شارك أو حرض على أعمال قتل. المصالحة ليست مع قاتل أو إرهابي. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب نيجي نخش لموضوع الدستور عشان ما يعديش علينا كده. حضرتك عايز تعقب على الكلام اللي اتقال فيما يتعلق بلجنة الـ50 واجتماعها. بالظبط كده. يعني احنا ينبغي ان نفترض حسن النوايا. تم تشكيل لجنه الـ10 اللي تعتبر المطبخ الاساسي لوضع عمليه الدستور، لانها تلقت مقترحات من مختلف القوى السياسيه. وايضا دلوقتي تم تشكيل لجنه الـ50 وهتبدا النهارده عملها بالفعل في تشكيل هيئه مكتبها وانتخاب رئيس اللجنه. انا بعتقد المرحله مش مرحله علينا ندخل في البدايه في صراعات. ينبغي ان يكون اختيار رئيس اللجنه توافقي، وينبغي ايضا ان تكون الموافقه على كافه مواد الدستور. انا بس عايز اسال سيادتك من وجهه نظرك الصحفيه، طالما ان في لجنه الـ50 وهتبتدي من الصفر زي ما اتقال، يعني ايه الشغل اللي عملته لجنه الـ10؟ لجنة مجموعة من الشخصيات القانونية اللي ما كانش فيها عليها أي خلاف على الإطلاق. ما هو لجنة الـ10 كلها قانونيين وخبراء في واساتذه، يعني ما هو بيقول لك احنا هنبتدي من الصفر. هم تلقوا المقترحات، مقترحات لجنه الـ10 اللي توصلت اليها نتائج. لا، المقترحات تلقت مقترحات من مختلف الكور بالظبط، وعملت وصاغت هذه المقترحات. لكن لجنه الـ50 من حقها ان تراجع ماده حتى وتعدلها وكان شيء لم يكن. لكن هي هتسترشد بما ورد من لجنه الـ10. لكن احنا ماشي كل ده مجاب، لكن انا بقول ايه، الدستور ليس تورته كل قوه عايزه تاخد منها جزء. انا بعتقد ان الـ50 كتير. احنا كان يجب نتلقى كافه مقترحات القوى السياسيه ولجنة متخصصة قانونية تصيغ هذه المواد. طالما تلقت كل المقترحات، يعني أنا عايز أقول إيه، لابد أن نفترض حسن النوايا وننأى عن أي صراعات شخصية. الدستور ينبغي أن يكون توافقي، يعبر عن مختلف كل قوى المجتمع. ما يهمنيش مين يبقى رئيس اللجنة سامح عاشور أو عمرو موسى،
يعني يهمني. وانا ان كنت بقدر السيد عمرو بوسى، لكن انا انحاز انه يكون رئيس اللجنه سامح عاشور، لانه العمليه محتاجه الى ضبط قانوني، وسامح عاشور رجل كل خبرته خبره قانونيه كبيره في هذا المجال. لكن في نفس الوقت بنقول ينبغي على لجنه الخمسين وكل من يشارك في هذه اللجنه ان يؤكد على نقاط محدده. اول هذه اول النقاط، وفي نقاط متفق عليها، لكن نقطه المواطنه، ان يكون كل المصريين سواء امام القانون متساوون في الحقوق والواجبات، لا فرق بين مسلم او مسيحي او اي واحد بينتمي لديانه اخرى. طيب حتى لو كان يهودي. اتسقم بده حزب النور بيقول لك اجتماع السبت لتحديد المشاركه، جينا السبت قال لك لا ده ما عرفناش، تعذر الاجتماع لظروف السفر. توجهات حزب النور في لجنه الخمسين حضرتك بتقراها ازاي؟ انا بقرا، انا بنقول العمليه يجب ان تكون توافقيه، لكن هيكون في خلافات بين حزب النور في بعض المواد، خاصه ما يتعلق بنقطه الشريعه والدين، لكن وفي نفس الوقت تفسير الماده 219 اللي تم الغائها ان شاء الله وهتلغى. لكن انا اعتقد ان الغلبه هتكون للتوافق المجتمعي على مواد الدستور، وليس فقط الانحياز الى حزب النور. احنا بنراعي مختلف متطلبات كل قوى المجتمع، وده المفروض ان يحدث، لكن اذا كان هناك انحراف بالدستور فينبغي ان اللجنه لا تاخذ به، لان في النهايه انا يهمني المواطنه، الدستور لصالح كل المصريين دون تفرقه او تمييز لاي عنصر على عنصر اخر. طيب. ايضا يهمني ايضا ما يتعلق بالحريه والديمقراطيه، انه وانا بصفتي كراجل صحفي في المقام الاول، انه ينبغي على اللجنه الا تتجاهل اي طلبات لمختلف القوى السياسيه، خاصه ما يتعلق بموضوع الحريات العامه، وانها تلغي اي مواد بتقيد حريات الاشخاص او الحريات العامه، خاصه ما يتعلق بحريه الصحافه. وفي نقطه مهمه جدا، يمكن الدستور المعطل تجاهلها، وهي لابد ان ينص الدستور الجديد ان شاء الله على حظر حبس الصحفيين. طيب في جرائم النشر تسمح لي ارجع لها مع سيادتك، ولكن احنا في جريده الاخبار في خبر بيقول اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني ومصادر سياره مجهوله وراء محاوله اغتيال وزير الداخليه. بينضم الينا تعليقا على هذا الخبر السيد اللواء حسام لاشين الخبير الامني مساعد وزير الداخليه الاسبق. صباح الخير يا سياده اللواء. صباح الخير يا فندم. تداعيات الامن الوطني المصري الحاليه تستوجب اجتماعات متعدده، بالفعل هناك اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني، في تقديرك الخطوط العريضه او الملامح الاساسيه او الاستراتيجيه القادمه التي سوف يركز عليها هذا الاجتماع؟ في الحقيقه طبعا عقب المحاوله الفاشله لاغتيال السيد وزير الداخليه كان لابد انه يعاد النظر في امور عديده، اهمها على الاطلاق عمليه تسلل الارهابيين الى القاهره ووضع الابوات الناسفه والمتفجره في الطرق الخاصه بكبار رجال الدوله. رقم واحد، لابد ان نبحث موضوع مد العمل بحاله الطوارئ، لابد ان نبحث مد العمل بحظر التجوال، لابد ان نتخذ عده اجراءات، هذه الاجراءات تبقى هامه جدا في البحث عن هؤلاء الارهابيين الموجودين حاليا في القاهره، لان ثبت فعلا ان تنظيم القاعده وحماس قدروا يتسللوا الى القاهره، قدروا يخزنوا متفجرات، قدروا يفجروا هذه المتفجرات في سياره الوزير، واحدث طبعا زي ما شفنا الدمار الهائل في عدد كبير من الابرياء والضحايا. فكان لابد طبعا للمجلس الدفاع الوطني نبحث تلك الامور، ونبحث ازاي هنواجه الفتره القادمه بامورنا الحاليه ووضعنا الحالي، ازاي نقدر نواجه هذه الجماعات الارهابيه وهذه الجماعات التكفيريه. وطبعا اكبر دليل على ما حدث ان الجيش امبارح عمل حمله قويه جدا نوعيه على اماكن موجود فيها هؤلاء الارهابيين، وقدر ان هو يقتل منهم ويصيب حوالي 18 او 20 سيادة اللواء حسام، يعني بالنسبة لتأمين الأماكن الحيوية والاستراتيجية الأمنية في هذه الأماكن، كيف تراها من وجهة نظر حضرتك؟
والله القصه مش قصه اماكن بقى النهارده، القصه قصه استهداف اشخاص استهداف شخصيات كبيره في الدوله. اماكن في حراسات عليها وفي حمايه لها، ولكن الاشخاص لابد ان يبقى يعني ان توضع خطط لكيفيه حركه الاشخاص، توضع خطط للاماكن اللي بيتواجدوا فيها سواء اماكن السكن او اماكن العمل. طيب يا فندم يعني برضو الى جانب الاشخاص يا فندم السادة اللي هو في يعني حركة هجوم على اقسام الشرطة، دانات مدافع موجودة في خطوط السكك الحديدية، ما الموضوعات دي على جانب كبير جدا من الخطورة الى جانب تأمين المسؤولين يعني. كلامك سليم طبعا، احنا المشاهد ودليل ان الحمد لله يعني كل الاستهداف بالنسبة للمشاهد قدر يتم السيطرة عليه تمام بس بعض التعليم، ولكن هي القصة قصة التفجيرات. انا بتكلم بصفة خاصة على مسألة التفجيرات، دي مسألة مخادعة ومسألة خفيفة شوية، انت بتحط حاجة بالظبط تتفاجئ بان الانفجار حصل. يعني مساله بس هو يعني حضرتك بتقول في كلامك ان بعض العناصر استطاعت التسلل الى القاهره ودخول محافظه القاهره والدخول الى محافظه الجيزه من قادمين من سيناء، هذه العناصر الارهابيه. يعني كيفيه تامين مداخل القاهره، او يعني ايه الاجراءات اللي ممكن هذه العناصر ما تتسللش الى هذه المحافظات؟ هو الحقيقه طبعا لابد ان تكون هناك اكمله جيده عاليه في التشكيل من قوات البحث الجنائي والامن الوطني والقوات المسلحه، وتفتيش جميع السيارات القادمه وملاحقه هؤلاء العناصر من خلال المعلومات المتواجده لدى جهاز الامن. ولابد ان نتابع صفه خاصه العقارات الشقق المفروشه اللي فيها العقارات اللي فيها شقق مفروشه، ويتم التنسيق مع قاطني او ملاك هذه العقارات وبوابينها انه لازم يبلغ فورا عن دخول وسكن الاجانب في هذه الشقق، لانه تبين برضو ان الناس بتيجي تسكن في المكان وتراقب الضحيه ان هم هيحطوا له الفخ او الشرك، فلابد يبقى في متابعه امنيه لهذه وملاحقات امنيه لهذه العناصر من خلال الاكمنه الثابته والمتحركه، ومن خلال خطه امنيه بتتعمل كده بفحص المترددين على المدن وبفحص يعني على اي حال. اللواء حسام لاشين الخبير الامني ومساعد وزير الداخليه الاسبق، احنا بنتمنى لكم التوفيق في المرحله اللي جايه ان شاء الله. بنرجع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام الاستاذ حسن رشيد، يمكن اخر حاجه في جريده الوطن، خطه الاخوان الجديده، ضرب الاقتصاد، استنزاف الامن، وتشكيل لجان لافتعال ازمات اقتصاديه واستهداف اماكن حيويه. وكمان بيقول لك ان جهاز او اجهزه الكشف عن المفرقعات بتكون موجوده بس فيما يتعلق بسيارات رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء. الجانبين سيادتك بتشوف ازاي خطه الاخوان القادمه وموضوع كشف المفرقعات؟ لا انا شايف انه يمكن نوده ملحوظه على ارض الواقع ان الاخوان مش هيتنازلوا بسهوله عن الحكم وهيستمروا في زرع لغام الارهاب. يعني ودي من طبيعه هي دي استراتيجية او تاريخ الاخوان كما زي ما عرفناه طول العمر. لكن انا عايز اقول حاجه، النظام السابق نظام محمد مرسي الاخواني ان هو ادى لزرع العديد من الارهابيين داخل المجتمع المصري وخاصه حتى في المدن الرئيسيه. مين كان يتوقع ان يلاقي في بيته ارهابي؟ انا واحد على سبيل المثال تم ضبط الاشخاص في عندي في البيت على سبيل المثال، وغيري وغيري وغيري. ويمكن منطقه مدينه مصري ملغمه بالارهاب، بمن تعاونوا مع الارهاب او من تعاونوا. كانت غرفه عمليات الحقيقه مدينه نصر بالتحديد، انا ما اعرفش. ويمكن هتلاقي وده معناه بيشارك في غفله من الزمن، عدد كبير من العقارات في مدينه نصر بيمتلكوا اعضاء في النظام الاخواني. اذا وده بيؤكد على قدرتهم الماليه او ممنهج، قدرتهم الماليه وممنهج. زي سياده اللواء حسام لاشين ما قال ان المفروض متابعه الشقق المفروشه والعقارات اللي بيتم تاجيرها في الفتره الاخيره، مين بيسكن هذه الاماكن؟ مش عايز اقول لك كمان مش الشقق المفروشه فقط، ده في سلاسل محلات سوبر ماركت وغيرها وغيرها مزروعه ب أزرع لجماعة الإخوان القيادات ومشجعين وملاك وما إلى ذلك. كده بقى ده يعني عشان كده بنقول إيه، ينبغي أن تكون الحكومة قوية. الرئيس القادم
يجب أن يكون رئيسا قويا بغض النظر عما كان عسكريا أو مدنيا. إحنا كلنا مدنيين نعم، ولكن عندما اختار رئيس الجمهوريه لابد ان يكون رئيسا قويا بغض النظر، المدني مواطن مصري والعسكري مواطن مصري، لكن من الذي يستطيع ان يقود مصر في المرحله المقبله؟ انا عايز قائد، قائد يستطيع ان يتخذ القرار بقوه، قائد يتحمل الضغوط، قائد يستطيع ان يواجه المؤامرات الخارجيه، قائد يستطيع ان يدير مصر وقت الازمات. مش كل من اطلق شعارات في الهواء نقول ده يصلح انه قائد. او انا فوجئت في الحقيقه ببعض الناس بتقول ايه، ليه ما يبقاش مصطفى حجازي رئيس جمهوريه، ده اتكلم كويس قوي. هي العبره بالكلام، هي العبره بالشعارات. قد يكون انسان كويس لكن يعني في نفس الوقت الرئيس له، الرئيس له مواصفات القياده، القدره على القياده، القدره على اتخاذ القضاء القرار، القدره على تحمل الضغوط، القدره على مواجهه المؤامرات، كل ده. ما هو سياده المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت الحالي شخصيه ممتازه ومحترمه وكلماته بالميزان، لانه رجل عمل على منصه القضاء تمام. لكن هل رئيس الجمهوريه يشترط ان يكون قاضيا، او هو بتتوفر فيه مواصفات القاضي؟ يعني احيانا ميزان العدل، احيانا ميزان العدل لا يتطلب في رئيس الجمهوريه. العدل داخل المجتمع لكن الرئيس بيتطلب في نفس الوقت ان يكون عنده حنكه وخبره نعم. في مواجهه المؤامرات. زي ما حضرتك بتقول استاذ حسن، يعني احنا في نهايه حوارنا وبرنامجنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. الاستاذ حسن الرشيدي الكاتب الصحفي شرفتنا واهلا بيك يا استاذ. شكرا يا فندم. بكده مشاهدينا الكرام بنكون وصلنا مع حضراتكم الى ختام فقرات هذا الصباح لهذا اليوم. بشكرك نجلاء، بشكركم مشاهدينا الكرام. شكرا لكم، شكرا لكم والى اللقاء. الى اللقاء.